عندما قال الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع بعض، أولا سعادة الرئيس على الأخوة الزملاء أستاذ الحضور، أهني الجامعة بهذا النجاح نجاح المؤتمر، وسعيد جدا بالتواجد بينكم اليوم هذه الكوكبة العظيمة، وهذا أمر مشرفني. موضوع بحثي اليوم عنوانه علي بن رمضان رئيس أطباء مصر في العصر الفاطمي وأثره على الطب العربي. حقيقة أن علي بن رمضان وكنيته أبو الحسن علي بن رمضان كان من أشهر أطباء عصره قاطبة، فهو الطبيب المصري أبو الحسن علي بن مروان بن علي بن جعفر الذي ولد في الجيزة سنة 383 هجرية 998 ميلادية. ولد في أسرة فقيرة، فكان والده فرانا يصنع الخبز، ولذلك بدأ حياته العلمية والعملية معا. فبدأ منذ الصباح في تحصيل شيء من العلم من علم النجوم بسبب ضائقته المالية، فكان يتكسب من ممارسة التنجيم في تحصيل شيء من علم النجوم بسبب ضائقته المالية، كان يتكسب بممارسة التنجيم والطب طارة وبتدريسهما طارة أخرى حتى توفر لديه المال، فاقتنى أملاكا في مدينة الفسطاط وأصبحت لديه مدخرات تعينه في شيخوخته. هو يحدثنا عن نشأته، يقول: ولدت بأرض مصر في عرض 30 درجة وطول 55 درجة، فلما بلغت السنة السادسة أسلمت نفسي في التعليم. لما بلغت السنة العاشرة انتقلت إلى المدينة العظمى، يقصد الفسطاط، وأجهدت نفسي في التعليم. ولما أقمت 14 سنة أخذت في تعليم الطب والفلسفة، ولم يكن لي مال أنفق منه، فلذلك عرض لي في التعلم صعوبة ومشقة. هو احنا لو شفنا منهج علي بن رمضان في التعلم، هو مارس التعلم مش التعليم، يعني بدأ حياته علم نفسه بنفسه، اعتمد على قراءة الكتب، وبالتالي هو اتخذ أسلوب التعلم وليس التعليم كما يسموه التربويون الآن. اختلفت حوله آراء المؤرخين، فمنهم من تحامل عليه ومنهم من أنصفه، وصفوا البعض بالشعوذة وسفاهة الرأي لأنه اشتغل في عبادات حتى بالتنجيم وقراءة الطارة وكذا، فبالتالي اتهموه بالشعوذة. فقال عمرو القفطي: كان أول أمره منجما، يقعد على الطريق ويرتزق لا بطريق التحقيق كعادة المنجمين، ثم قرأ شيئا من الطب وشيئا من المنطق، وكان من المغلقين، يعني ما بيفكرش، لا المحققين، ولم يكن حسن المنظر ولا الهيئة. لكن كان هناك بعض المؤرخين المادحين له من أمثال ابن تغري بردي في نجومه الظاهرة، قال عنه: كان من كبار الفلاسفة في الإسلام. كان له دار بمدينة مصر على قصر الشمعة تعرف بدار ابن رمضان، وقد تهدمت في عصره. كان إماما في الطب والحكمة وكثير الرد على أرباب فنه، وكان فيه سعة خلق عند بحثه، وله مصنفات كثيرة. ومن الواضح أن علي بن رمضان بلغ بعلمه في الطب غايته، الأمر الذي جعله يتميز على سائر أطباء مصر، بل من وفد إليها من الشرق والمغرب، من المشرق والمغرب. فقربه الخليفة الحاكم بأمر الله إليه، وجعله طبيبه الخاص، وعينه رئيسا للأطباء. اعتمد أسلوبا في معالجة مرضى يقوم على المشاهدة والدلالات، حيث ينقل عنه ابن أبي قصيبعة قوله: إذا دعيت إلى مريض فأعطه ما لا يضره إلى أن تعرف علته فتعالجها عند ذلك. ومعنى معرفة المرض هو أن تعرف من أي خلط حدث أولا، ثم تعرف بعد ذلك في
في أي عضو هو وعند ذلك تعالجه. كما يوصي الأطباء عند الكشف على المريض بتوجيه الأسئلة إليه وكذا حث مواضع المرض، حيث يقول: أما فيما يمكن ظهوره للحس فلا تقنع فيه حتى تشاهده بالحس، أما فيما يتعرف بالاستدلال فاستدل عليه بالعلامات الخاصة، وأما فيما يتعرف بالمسألة فابحث عنه بالمسألة حتى تعتبر كل واحد من العيوب، فتعرف هل هو عيب حاضر أو كان متوقع له أم الحال حال صحة وسلامة. ولذلك كان يوصي بفحص المريض فحصا دقيقا بالتفرس في وجهه وملاحظة تنفسه ولون جلده والتأكد من سلامة عقله، ثم التعرف على أحواله الخلقية والهمس في أذنه لمعرفة قوة سمعه، وأن يفحص قوة إبصاره ولسانه وقوته الجسدية، ثم يفحص نبضه ومواضع كبده وكليته، ثم غرازه وبوله. هذا عن منهجه في الطب. أما المناظرات التي حدثت بينه وبين بعض أطباء وعلماء عصره فكانت كثيرة في الحقيقة، فكان من الطبيعي في ظل وجود عدد كبير من الأطباء المصريين والوافدين من المشرق والمغرب أن تحدث بينهم لقاءات ومناظرات علمية قد تصل في بعض الأحيان إلى حد الخصوم، على أن أهم لقاء حدث في هذا العصر كان بين رئيس أطباء مصر أبو الحسن علي مردوان والطبيب البغدادي أبو الحسن المختار ابن الحسن ابن عبدون ابن بطال، وهما من أساطين الطب العربي ويعودان من الظواهر الهامة في تاريخ الطب، وقد بلغت المناظرات بينهما حد الخصوم. بعد أن دخلت في نطاق المحاضرات الشخصية التي طرحت من خلال الرسائل والمساجلات المتبادلة بينهما، ومن أهمها تلك الرسالة التي بعث بها ابن بطلان إلى علي بن رضوان وتضمنت ما دار بين الرجلين من وقائع وحوادث ومحاضرات احتفظ بها القاضي، ونشرها يوسف شاكر وماكس مايروف ضمن خمس رسائل لابن بطلان وابن رضوان. وقد علق القاضي على هذه الرسائل قائلا: ولما جرى ابن بطلان بمصر مع ابن رضوان ما جرى، كتب ابن بطلان رسائل يفظعه فيها ويذكر معايبه ويشير إلى جهله بما يدعيه من علم علوم الأوائل. وكان مضطرب أن الحسن بن بطلان قد جاء إلى مصر خصيصا للقاء رئيس أطبائها أبو الحسن علي بن رضوان استجابة لما أملته عليه المنافسة. كان ابن بطلان قد سمع عن أو أثناء رحلته من بغداد إلى مصر عن الطبيب علي بن رضوان، فقرر الالتقاء به والتعرف عليه، فتمت بينهما صداقة سرعان ما تحولت إلى مناظرات ومشاجرة زادت نيرانها المباينة في المجادلات فافترقا. وفي تقدير أن هذا العداء الذي نشب بين الشخصين بين الشيخين إنما يرجع إلى عدم قدرة ابن رضوان على إدارة الحوار مع ابن بطلان، فقد عرف عنه أنه شديد البأس قوي الإرادة كثير الرد على معاصريه وعلى كثير ممن تقدمه، وكانت عنده سفاهة بحتة وسفاهة في بحثه وتشنيع على من يريد مناقشته. وقد ألمح ابن بطلان إلى ذلك في رسالته بقوله: ووجدت الشيخ في فصل من المقالة قد حمي طبعه واحتد غضبه ونشف ريقه وضرت عروقه وصرح بسبي ولوح باسمي ولم يقص في حق الصناعة ولا رعى في حرمة الدرعة ونسبني إلى الغباء، وقطع بأنني لم أقرأ شيئا من علوم القدماء
ولعل هذا هو السبب الذي دفع ابن بطلان إلى النيل من شخص ابن رضوان الذي لم يكن جميل الصورة بل كان أسود اللون، وقد ألف مقالة يرد بها على من عيره بقبح الخلقة، بين فيها أن الطبيب الفاضل لا يجب أن يكون بشره جميلا. فانتهزها ابن بطلان فرصة للنيل منه ولقبه تمساح الجميل. قال فيه: فلما تبدى للقوابل وجهه نقصنا على أعقابهن من الندم، وقلنا وأخفينا كلام تسطرا، ألا ليت كنا تركناه في الرحم. دارت المسجلات والرسائل ما بينهما على هذا النحو، وتميز فيها ابن بطلان لا لأنه أكثر علما من ابن رضوان، ولكن لأنه كان أعذب لفظا وأكثر زرفا وأميز في الأدب وما يتعلق به. علقت المستشرقة الألمانية زارت هونكا على هذا الجدل المتواصل بين ابن رضوان وابن بطلان بقولها أن ابن رضوان كان يحلو له أن يهاجم بريمه في كل آن وحيد، فكتب مرة: جهل ابن رضوان معرفة بالنسبة لابن بطلان، يعني ادعى أنه لا يعرفه. ومرة أخرى: ابن بطلان يعجز عن قراءة مخطوطاته ذاتها أو رسالة إلى أطباء القاهرة عن الجديد ابن بطلان، وهكذا دوائر. ولم يتوقف علي ابن رضوان عند نقد معاصريه من الأطباء والحكماء، بل انتقد جمع كبير من كبار الأطباء الذين سبقوه، ومنهم أحمد بن إبراهيم الطبيب المغربي المعروف بابن الجزار الذي ألف كتابا عن أسباب انتشار الوباء في مصر، وهو كتاب نعت الأسباب المولدة للوباء في مصر وطريق الحيلة في دفع ذلك وعلاج ما يتخوف منه. الحقيقة أنه علي مرضان عشان نختصر الوقت له العديد من المؤلفات، وصلت إلى حوالي 102 مؤلف، نشر منها عدد كبير من الكتب، وأتمنى أكون يعني غطيت جزء من البحث لأنه البحث طويل، وأحمد الله إن هو منشور، يعني اتنشر